بعد الآن. ما دام يتمكن، ما دام يقدر يعمر آخرته حتى لا ينتقل من دار عمران إلى دار خراب. لا أحد الأفراد ما أجيب خصوصياته، مات رؤية في المنام، واحد شافه في المنام قاعد في خربة وعليه ثياب ممزقة ووجهه أسود. فسأل أحد الأشخاص المعبرين قال شنو معناته هذا؟ قال واضح معناته، هذا ما بنى لنفسه شيئا في الآخرة، يسكنوا في خراب، يلبسوا الثياب، يلبسوا الثياب الممزقة ووجهه أسود أمام الله سبحانه وتعالى وأمام رسول الله. واحد ما دام يتمكن يتزوج.